استغلالا لمعلومات واردة لأفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتندوف، مفادها عزم شبكة إجرامية تحاول تمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، حين تم وضع مخطط محكم من أجل إحباط هذه العملية. أسفرت العملية عن حجز 172,500 قرص مهلوس مصدرها الحدود الغربية للبلاد، توقيف 3 أشخاص من بينهم امرأة، سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بعد الانتهاء من التحقيق. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.